تعالوا نعمل بقى رموش الست. زي ما قلنا رموش الست من الحاجات اللطيفه جدا، الحلويات الشرقيه الحلوه قوي، بسيطه، مكوناتها بسيطه جدا، طريقتها كمان سهله، ونتيجتها ولا اروع من كده، وكلنا اعتقد ان احنا بنعشقها. نقول مقاديرها. مقاديرنا عباره عن كوبايتين دقيق عادي، دقيق متعدد الاستخدام، نص كوبايه سكر بودر، نص كوبايه زيت، نص كوبايه سمنه بدرجه حراره المطبخ، نص كوباية جوزة الهند ناعمة، ونص كوباية دقيق سميد اللي هو دقيق البسبوسة بدون أي إضافات. هنحتاج 2 بيضة، معلقتين كبار من الحليب البودر، ومعلقة صغيرة من الفانيليا، من ربع لنص معلقة صغيرة ممسوحة بيكنج بودر، ما تكتريش عشان ما تبهدلكيش رموش الست. ذرة ملح، والوش هنحتاج له من البيضتين اللي فوق صفار بيضة، يعني فوق هنحتاج بيضة وبياض، وهنحتاج الصفار للوش، صفار بيضة وفانيليا سايلة، ومعلقة صغيرة من الخل علشان ما يبقاش فيه أي ريحة زفارة. والشربات عامل زي شربات البسبوسة بالظبط، عبارة عن كوبايتين سكر، كوبايتين مية، وعصير نص ليمونة، يدوبك نقطتين بس من عصير الليمون. تعالوا بقى نشتغل. تعالوا في البداية هناخد المواد الجافة. عندي هنا دقيق، كوبايتين من الدقيق العادي اللي هو متعدد الاستخدام، هحط عليه جوزة الهند، وجوزة الهند هنا الناعمة ولازم تكون فريش وطازة علشان ما تغيرليش طعم الوصفة. عندي كمان دقيق السميد، وهحط بما ان الفانيليا بودر، لا خليها نحطها في المواد السائله، وده البيكنج بودر حوالي ربع معلقه صغيره، يعني ربع لغايه نص بالكتير، ما تزوديش والمعلقه تكون ممسوحه، ماشي؟ كتر البيكنج بودر بيخلي رموش الست تنفش وتشقق وتاخد شكل مش حلو. تعالوا بقى بينا ناخد اللبن البودر والطاسه وعلى النار ونحمصه علشان ناخد لون حلو قوي لرموش الست، وكمان طعم كده مكرمل ولذيذ. اللبن البودر من الحاجات اللي ما بيستحملش على النار، فلازم ايدينا شغالة فيه. يبقى احنا كده حطينا الحليب البودر على النار في طاسة علشان ابدأ اديله كده لون ايه ذهبي، بيخلي طعم رموش الست لذيذ ولونها كمان حلو قوي قوي. على طول بقى بصوا، اول ما تلاقي الطاسه سخنت هتلاقيه بدا ياخد اللون، علشان كده ايدينا فيه بنقلب بشكل مستمر. بصوا اللون على طول. خطوه حلوه قوي. تقدري تستغني عن موضوع التحميص؟ اه تقدري، بس مش هتديكي اللون الحلو ده، بتاع هتبقى بيضه، الرموش هيبقى شكلها مفتح ولونها فاتح، دي بتديها لون حلو قوي، كمان طعم مكرمل كده لذيذ. زي ما انتم شايفين بدا الحليب ياخد اللون الذهبي، عشان كده ايدينا على طول، لانه مجرد ما يسخن تلاقيه بيلون على طول. هايل. كده حلو قوي. يلا نرفع من على النار. شايفين اللون بقى عامل ازاي؟ لون ذهبي جميل جدا. هاخده بقى اروح حطاه على المواد الجافه اللي عندنا. بسم الله. يلا ان شاء الله تجربوا الطريقه وتعجبكم جدا باذن الله. قلبي بقى. حطينا، عايزين ذره ملح بسيطه خالص، زي ما اتعودنا في كل المعجنات وفي كل الحلويات ذره الملح ليها تاثير كبير، على قد ما هي حاجه صغننه بس بتفرق جدا جدا وبتظهر طعم الحاجه اللي احنا بنعملها. هنقلب كده كل الدقيق المواد الجافه. عندنا السمنه بدرجه حراره المطبخ، كل ما كانت نوعية السمنة كويسة كل ما هتاخدي نتيجة أفضل. والزيت كمان
بسم الله. تعالوا نحط بقى ايه السكر البودر، واحط البيض تمام في ما عدا صفار، هنزل البيض ده والبياض بتاع البيضه التانيه واحجز الصفار بالشكل ده، هنحتاجه بقى ده في الوش كده. المواد السايله بس معاهم السكر البودر ومعاهم كمان الفانيليا، نجيب بقى مضرب يدوي عادي جدا جدا ونبتدي نخلطهم مع بعض. كده واضحة معانا الطريقة، طريقة بسيطة خالص خالص، مش محتاجة حتى ايه أدوات وحاجات صعبة. كده احنا كنا خلطين المواد الجافة بالحليب البودر اللي احنا حمصناه، وبعدين نحط عليهم المواد السائلة اللي احنا برضو خلطناهم مع بعض، ونبتدي ايه نقلب العجينة بتاعتنا. يلا بصوا بقى فرق العجينة، انت لو ما حمصتيش اللبن البودر مش هيطلع معاكي اللون ده، هيطلع يبقى العجينة فاتحة قوي، فده بيبقى لطيف جدا شكلا وموضوعا. عجننا العجينه، العجينه زي الفل لا محتاجه اي حاجه والدنيا تمام جدا جدا. نجهز بقى صاج فرن علشان نبدا نشكل رموش الست. البس جلوفز تاني، نقطه زيت بسيطه كده زي ما اتعودنا قبل ما نعمل اي حاجه، نخبز اي حاجه ندهن دهنه خفيفه بالزيت علشان عدم الالتصاق. دهنا كويس، عجينتنا جاهزة هنشكل على طول. يلا بسم الله، ناخد كده جزء ونبتدي ايه نعمل رموش الست ونديها سحبة كده. في بيقولوا عليها رموش عيون، مش مشكلة، اهم حاجة طعمها بصراحة. بالشكل ده مش عارفة باينة معانا كده كويس ولا نعمل كمان. سيبي مسافة ما بين الواحدة والتانية، ليه بقى؟ حاطين شوية بيكنج باودر صغيرين بس هيدوا لها برضو ايه شوية نفشان كده، مش هتنفش قوي، بس محتاجين برضو ان يكون ما بين كل واحدة والتانية مسافة عشان تاخد براحها. اوعي تكتري البيكنج باودر وتقولي دي فرشت ونفشت وشققت وحالتها بقت صعبه. البيكنج باودر يعني ربع معلقه تلت معلقه بالكتير، ما تزوديش عن كده، والمعلقه اللي هي الصغننه وتكون ممسوحه. وهكذا بقى لغايه ما اخلص كل الكميه علشان ندخلها فرن على الرف الوسطاني على درجة حرارة 180. طيب شربات رموش الست بيبقى بارد ولا سخن، تقيل ولا خفيف، وامتى بتتسقي؟ شربات رموش الست بالظبط زي شربات البسبوسة، وهو سخن وهي سخنة طالعة من الفرن لسه حالا، تتسقي بالشربات السخن على طول عشان يطريها ويخليها كده دايبة دوب. يبقى بنعملها بشكل كده الى حد ما طولي وليه سحبه بالشكل ده، وهكذا بقى لغايه ما نخلص الصاج بتاعنا. شكلنا رموش الست وزي ما قلنا فراغات ما بين واحده والتانيه وبالشوكه كده علمنا عليها. تعالوا ناخد بقى ايه صفار البيض اللي احنا كنا حجزناه من المقادير وعليه كده معلقه صغيره خالص من الخل عشان نضيع بس الزفاره، وكمان معلقه صغيره من الفانيليا، ونربهم كويس عشان ادهن بيهم وش الرموش، وادخلها الفرن على درجه حراره 180 على الرف الوسطاني. دهنا الوش، وعشان نتخلص من زفاره البيض حطينا معلقة صغيرة فانيليا
معلقه صغيره من الخل كده. الرموش جاهزه معانا، يلا على طول على الرف الوسطاني على درجه حراره 180. مجرد ما تاخد لون ذهبي من تحت اطفي تحت واشغل الشوايه لو الاثنين ما بيشتغلوش مع بعض. اما لو بيشتغلوا مع بعض سيبيها بقى هي هتاخد لون فوق وتحت لوحدها. اتفقنا ان معاملتها هي معامله البسبوسه، يعني شربتها خفيف بيغلي وهي طالعه من الفرن سخنه تسقيها على طول. مش قادره اقول لك بقى هتلاقيها بقت ناعمه جدا وهتطلع معاكي احلى كمان من بتاعه المحلات. عايزه اقول لكم على حاجه مهمه جدا، اول ما تطلع من الفرن وهي سخنه الشربات كمان لازم يكون سخن والاتنين يتحطوا على بعض كده على طول علشان تشرب منها وتبقى طريه معاكي. تطلع معانا بالشكل ده، تعالوا نزينها بقى بشويه فستق. انا عايزه افتح واحده كده تشوفوها معايا. يلا نكتفي بكده. بصوا بسم الله، بصوا ناعمه ازاي، بصوا ناعمه جدا زي الفل، باينه باينه اهو زي الفل، تسويتها حلوه قوي.